مرحبا، اليوم معنا لولو خزن من موقع نبش.com، وهو موقع للتواصل الاجتماعي لوصل الشركات والأشخاص بالمهارات والخبرات الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نبدأ بأول سؤال معك لولو، إيش اللي دفعك لإنشاء موقع نبش؟ يعني كان في حسيت انه في حاجه بالسوق ل ل ل لسيرف يعني لخدمه مثل هيدي، لانه معظم الشركات بالمنطقه عندنا بيركزوا على العمل الدوام الكامل، بينما الاشخاص يلي ما بدهم يشتغلوا بدوام كامل، يلي عندهم ظروف شخصيه او ظروف cultural وحابين يعني يشتغلوا عمل جزئي او عمل بيتناسب مع حياتهم، ما كان عندهم options. بقى نبش هي يعني عم تخلق مجال، عم تخلق سوق جديد إذا بدك، اللي هو العمل الحر.